ارجع مره ثانيه لنادي لمباراه امبارح. مباراه امبارح الاهلي وسموحه هي مباراه استطاع النادي الاهلي ان يعود من بعيد وان يعود بشكل رائع جدا، واحده من افضل المباريات اللي اداها النادي. مش عشان كسبنا 4-0 او عشان النادي الاهلي كسب 4-0 بقول هذا الكلام، ولكن الحقيقه شفنا حسين الشحات بمستوى الطبيعي، شفنا بطاهر محمد طاهر بمستوى الطبيعي، شفنا شريف بيحرز هدفين، شفنا قفشه بيرجع وبيعمل ثرو باسز لكل اللاعبين، شفنا حمدي فتحي، شفنا السوليه، شفنا ياسر ابراهيم نجم هذه المباراه من قبل الجمهور. ياسر ابراهيم واحد من اللاعبين اللي لما بيبقى متواجد بيؤدي بشكل رائع. شفنا محمد الشناوي قال لك بصوا موسيماني بيعاقب الشناوي فغيروا بين الشوطين. يا جماعه خلينا نفكر صح، الراجل نفسه طلع قال في المؤتمر الصحفي بيتسو موسيماني، قال يا جماعه انا عندي المباريات القادمه بعد المباراه النهائيه الشناوي هيسافر يلعب مع المنتخب الاولمبي، اصبحت رسميه هيسافر يلعب مع المنتخب الاولمبي، فبالتالي علي لطفي هيكون هو اللي متواجد خلال الفتره اللي جايه او مصطفى شوبير او اي حد من اللي موجودين، فلازم العب الناس عشان تبقى رجليها في الملعب. طبيعي جدا وانا كسبان 3-0 والموضوع ان شاء الله كان يعني امبارح الحمد لله واضح جدا ان الفرقه واقفه على رجليها، ايه اللي يخليني افكر غير ان انا في مصلحه الفرقه؟ أنا كمدير فني هفكر في مصلحة الفريق. فدخل الناس دخلت في يمين وشمال وده قال وده عد وده زاد وأصل الشناوي اتخانق مع موسيماني وكلام كتير جدا 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 من امبارح الحقيقة بيقال في هذا في هذه المنطقة، على الرغم من أن الموضوع إذا حضرتك حسبته هتلاقيه موضوع هايل جدا ورائع جدا من بيتسو موسيماني المدير الفني ومن محمد الشناوي طبعا بصفته كابتن فريق النادي الأهلي. وواحد من اللاعبين اللي اخطا في مباراه يوم الخميس وبالتالي كانت العين عليه كبيره جدا، هيعمل ايه بيتسو موسيماني مع محمد الشناوي؟ ولكن هذا هو النادي الاهلي وهذا هو الفارق ما بين النادي الاهلي واي حد تاني.